حبيبي على بختك يشيلوني شنو؟ أنا ما حد يقدر يشيلني ودعتك. أنا هذا مكاني من 20 سنة ما حد قدر يشيلني نهائياً. مدراء يجون ويروحون وأنا باقي. شغلتين باقيات بهاي الدائرة ما تغيرن. أنا ولني الفايلات هن من 20 سنة ما حد قدر يمشيهن نهائياً. وش قد يضغطون علي وأقولهم لا؟ أنا ما مشي معاملات، أنا قنقينة، أنا حقنة. يا هاي يقدر لي شنو هذا المدير؟ شنو هذا يا عيني؟ ودعتك لا يضل بالك، أنا باقي وباقي دائما. مع السلامة. نعرق المعاملات الناس اليوم. ما استقبل مراجعين. لا حبيبي أنا مو مراجع. تفضل، هذا كتاب نقلك للأرشيف. ياما جتني هالشكل الكتب، شقيتها وذبيتها. اقراها. من يقدر علي انا؟ اقراها. منو هذا الكتاب جاي؟ اقرا وتعرف. هذا اسمه محمود. اسم جدك؟ محمود. سبحان الله. هو عمك يعني كلش الشبه ما شاء الله. بس ايش وصلك لهذا؟ وشلون وصلوا لهذا وجابوا ال وهسه؟ قوم. ليش؟ قوم ارد اقعد هنا. لا تفضل هسه هنا بين ما. لا حبيبي تعال تقعد هنا وانا اقعد هنا. لا انا كرامتي ما تسمح، انا لو اقعد هنا لو اطلع برا. يلا قوم. بس شلون يعني قد يعني هذا محمود محمود يعني ما معقول هالدرجه يعني يعرفني محمود يعرفني طبعا يعرفك. يلا عيني قوم. بس انا شنو اريد منك يعني؟ انا مو تعرف. شوف حبي ذني 10 سنين صار لهم اكثر فما فوق، ذني 5 سنين فما فوق، ذني بزر القاعده، ذني سنه ونص، 4 اشهر. لا 4 اشهر دبيتهم بالزباله اصلا. بالزباله. لا مو مال واحد يمشي، صار 4 يروح يسوي وحده ثانيه يعني. بس عموما ذني التقسيمات اوكي يعني. الصادر والوارد، هاي مال ذي الوارد ماشي يلا، وهاي وين ذيك الصادر وذيك الجبايه وهذه اوكي يعني. اهم شيء عندي ما تمشي الشغل ماشي يعني. تجيك المعامله تنام. قوم حبيبي. المعامله هنا تنام بس كون تفرقنا اوكي حبيبي. قوم. اي نعم. قوم. عاشف جدا. قوم. بس انت بعدك تغير وانت جابك. اي والله محمود. محمود الله يحفظه محمود. حبيبي. اهلا وسهلا بك يا مرحبا. الله يخليك. انا رايح للارشيف ان شاء الله. بس مثل ما قلت لك انت بعد ما تمشي المعاملات مو؟ لا انا راح امشي. راح امشي. اللي انا بنيته بسنين راح تحدمه بلحظات. وجيب وقع. جيب وقع مو؟ اي عمي. اي هاي عندك مثلا وين؟ ما لك علاقه انت بس شوي ايدك. لا هاي بعد وقت عليه بعد. هذا مخصوص. لا هذا مخصوص. لا بعد وقت يعني جاي علي. لا يا ابي ما مكتمل. مدفون. شنو؟ ها انت من ذول. لا محمود حبيبي. بس انا قنقينة كنت بس ما استلم فلوس. لا هذا يعني ما مدفوع له. هاي هذا سمائي. هذا ما يمشي. هذا لا شلون ما يمشي؟ ما يمشي. لا يا ابي هاي شنو العد هاي؟ ها هو دافع. لا يا ابي انا ممتاز. هذا ماشي زين يعني. انا هسه افهم من كلامك انه انت تمشي بس يعطيك فلوس. لا هذه نزيه طبعا. ممتاز. انا ما ادور هيك. لا دخل راحتك انت حبيبي. اي حبيبي مكانك حبيبي. هذا اي تفضل انت ومحمود. اي محمود. عرفت. بس الله يخليك محمود بعد لا ينقلني من الارشيف. انا ارتاح بالارشيف حبيبي. روح للارشيف. الله يخليك. مع السلامه ان شاء الله. هذا بعد اكو فايل وردي. تعال بس ثواني حبيبي. لا دوره ما دام اعطيك راح تلقاه يعني. اي مو هذا الفايل. هاي مشكله العراق. سبحان الله يعيش العراقي بين اثنين، بين واحد مثلي حارق قلبه وبين واحد مثلك حارق جيبه. وسبحان الله ما يجي واحد نزيه ابدا، وبنفس الوقت يمشي معاملات الناس. وحال هذا البلد ما تعرف، يضحك مدري بتشي. الشغلة الوحيدة الثابتة بي أن الناس الواقفين على هذا الباب يظلون هنا واقفين على هذا الباب لحد ما يموتون، وما يلقون موظف ينقذهم. لأن للأسف اللي يقعدون على الكرسي لو مثلك لو مثلي. وبهاي اللحظة ما عندي إلا حكاية واحدة أقولها على هذا الوضع. هاها هو هي. ألو. هلا حبيبي. هلا عيني. اي واشي ماشي. الفايل الاصفر غير هذا الفايل الاصفر. اي انا بس انا ما
هذا $50,000 حبيبي ماشي؟ يلا هلا 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 حبيبي هلا هلا الو هلا حبيبي الفايل السمائي اي عيني هذا الفايل السمائي $70,000 ماشي حبيبي راح اوقعك لا لا راح اوقعك يا حوا اها يلا هلا هلا حبيبي هلا مع السلامه مع السلامه حبيبي 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 هلا